ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساء. فقد أحدث إخفاق المنتخب السعودي في التتويج بكأس الخليج عاصفة من ردود الفعل القوية على كافة المستويات الشخصية بل على كافة المستويات الشخصيات الرياضية والإعلامية والجماهير، جميعهم تسابقوا في انتقاد الاتحاد السعودي لكرة القدم من جهة والمدير الفني الإسباني لويس كارلو من جهة أخرى، وتعددت الانتقادات والتصريحات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة. ولكن بعد هذه الهزة العنيفة كيف يمكن أن نحلل بهدوء هذا الذي حدث، وماذا يمكن أن نستخلص من دروس للمستقبل؟ ينضم إلينا في الاستوديو رئيس تحرير صحيفة جول أونلاين الإلكترونية السيد خلف ملفي. بداية سيد خلف نرحب بك، وكيف تلخص ما حدث في كأس الخليج 22 للمنتخب السعودي؟ أهلا ومساء الخير. بالتأكيد أنه لم يكن مفاجأة لي وأكيد لكثيرين أنه المنتخب يخسر بطولة الخليج، لكن الصدمة في عدة أمور تحتكم في أنه المدرب لم يتعلم من أخطائه، حضور الجماهير في بداية البطولة، تعامل اتحاد القدم مع بعض الأحداث التي واكبت سير المدرب أو سير المنتخب بشكل عام. ولكن في الأخير نقول أنه لعلها تكون مثل ما يقال رب ضارة نافعة، وإن كان في الأصل مثل ما ذكرت هنا قبل أعتقد دورة الخليج قلت لك أنه المدرب لن يبقى سواء فاز أو لم يفز، وهذه أعتقد أنها كانت مشكلة كبيرة. إذا كان اتحاد القدم وضع في استراتيجيته أو في خططه أنه بعد البطولة سيغير المدرب، فما الفائدة إذا أن يبقى في دورة الخليج؟ كنا نتوقع أن دورة الخليج تكون بمثابة الاستعداد لدورة آسيا أو بمثابة مدرب جديد يقرأ المشهد العام وبالتالي يهيئ المنتخب لآسيا، ولكن الآن أصبح لزاما تغيير المدرب. نعم سيد خلف، ربما يعني سمعت كثيرا بالمقولة التي للفوز عدة أبا وللخسارة ابن واحد وإن اختلفت التعبير، ولكن دعنا نتكلم بكل صراحة ووضوح، هل لوبيز كارلو لوحده من يتحمل هذه المسؤولية؟ لا، شوف الآن الهجوم أكثر على اتحاد القدم وليس على لوبيز. لوبيز يمكن الكل من أول أو قبل البطولة يعني وبعد تأهلنا إلى نهاية كأس آسيا وهم يطالبون بقاعة المدرب ويعني تغيير مدرب الاستعانة بمدرب جديد، وبالتالي ننظر إلى مستقبل أبعد لأنه مدرب مرحلة وانتهت، يعني مدرب هذا في التقييم أنه مرحلته لن يتجاوز أكثر مما قدم. لكن اتحاد القدم طبعا كان بين نارين، نار أنه مدرب لم يخسر إطلاقا على المستوى الرسمي، بمعنى أنه انتقل مع المدرب مع المنتخب من مرحلة سيئة إلى مرحلة جيدة جدا، أنه يتأهل بدون خسائر، أنه يتأهل ومتصدر مجموعته، أنه أيضا يغير في شكل المنتخب بشكل عام، وبين نار أنه يقرأ المشهد أنه عنده نسبة كبيرة أنه المدرب لن ينجح والمدرب لن يبقى، ولكن لعل وعسى نحافظ على خلنا نقول اللي هي مقومات الفوز والفوز بالبطولة مع النفسيات وما إلى ذلك من كلام نردده دائما عن بطولة الخليج، وبالتالي نفوز ببطولة الخليج كاتحاد قدم ويكون لنا يعني ريكورد جيد في مشوارنا ان اخذنا كاس. ولكن هذا كما تعلم يعني ليس كلام منطقي في علم الرياضه، ان كنا نتكلم عن علم. طيب انت الان يعني من خلال نظرتك ورؤيتك وتحليلك، من يتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى؟ اكيد اتحاد قدم يتحمل في الدرجه الاولى اذا اخذناها من حيث التقييم، لانه هو من يقرر تغيير المدرب، وخصوصا انه هو مقتنع ان المدرب لن يذهب بنا بعيدا. لكنهم كان عندهم حسابات انه لو جبنا مدرب جديد وما حقق بطوله الخليج ربما ندخل في دوامة أن هذا المدرب لا يناسب وما إلى ذلك من صراعات تحدث، وفي نفس الوقت هو يرى أن المدرب لوبيز يعني عنده نسبة كبيرة أن يفوز مع المنتخب في بطولة الخليج، وخصوصا أنه عنده نسبة حظ يعني مثل ما هم يعتقدون. لكن في الأخير أتت النتيجة النهائية، وفي اليوم الأخير وأمام كل الجمهور الحاضر وأيضا أمام كل الناس اللي تراقب هذا المشهد الخليجي أنه بالأخير ثبت حقا أنه هذا المدرب ليس المدرب المناسب، وأنه قرار اتحاد القدم في البقاء عليه لم يكن قرار الصائب. طيب يعني ليتكلم بأكثر وضوحة وصراحة، اللاعب السعودي منا وفينا يعني أقصد من المجتمع يسمع ويتأثر، بالتالي ينعكس ذلك أداء داخل الملعب. الكل ربما الصغار قبل الكبار يعلم بأن المدرب لن يستمر بعد بطولة كأس الخليج، وإن كثرت الحديث حول ذلك أيضا بعض الحديث عن يعني أنه اللاعب فلان لا يستاهل أنه ينضم للمنتخب وغيره من الحديث، أيضا كل هذه الحديث تعود بالمسؤولية للاتحاد السعودي لكرة القدم، لم يحرك ساكنا تجاه كل تلك
الأحاديث التي سبقت وأثناء البطولة. اتحاد القدم مهما أحضر من متخصصين حتى في علم النفس الرياضي وغيره لن يستطيع أن يغير تفكير اللاعب في هذا المشهد تحديدا، أنه يعرف أنه مدرب لن يبقى، حتى وإن مثلا صرح بعض مسؤولي الاتحاد أنه المدرب باقي وأنه ما يقال مجرد كلام صحف، لا هو في المشهد العام معروف هذا الشيء. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الأمر لن يستطيع أن يؤثر بشيء ما على المنتخب. لكن اللاعب السعودي كان يعرف أنه كل يحمله هو البطولة، أنه إحنا نقول دائما الأمل فيكم، نحن لا نثق في لوبيز. فبالتالي المش يعني اللاعب عنده معلومات جيدة أنه هو اللي سيجلب البطولة إذا حققها. لكن للأسف الشديد أنه أيضا هم عندهم جزء من المسؤولية، اللاعبين أو أغلب اللاعبين عندهم نوع من الأنانية المفرطة أحيانا، وهذا أيضا تسبب مشاكل كثيرة في النتيجة. لذلك أيضا بعض اللاعبين يتحملون جزء من المسؤولية لأنهم لم يولوا هذا الجانب أهمية، وهم يعرفون أن الأنانية في كرة القدم لم تعد لها دور، يعني المهارة الفردية بحدها يعني لوحدها لا تحقق النتيجة. نعم. طيب الآن بعد البطولة ماذا بعد؟ لو كنت مسؤولا، لو كان السيد خلف الفي مسؤولا في الرياضة السعودية، ماذا بعد البطولة؟ ما المستفاد وما الواجب عمله قادما؟ طبعا أن أفكر بصفة أني مسؤول هذه صعبة، لكن أني أقرأ لك المشهد وأقول لك ماذا يحدث. طبعا بالتأكيد شوف، إحنا عندنا مشكلة أنه كنا متعودين على قرار فردي، الآن قرار جماعي، ولا يستطيع أحمد عيد أن يتخذ يخرج على الهواء يقول والله أنا اتخذت كذا. لا بد يكون في اجتماع، لا بد يكون في أقل شيء لو حتى التشاور بالتليفون، وثم يصدر بيان، أو المتحدث الرسمي الأستاذ عدنان معبد يخرج ويقول أنه اتفقنا وتشاورنا وبالتالي قرار مدرب نافذ. يعني اليوم أنا كنت أتكلم مع أحد مسؤولي اتحاد القدم وذكر لي أنه المدرب القرار منتهي من قبل كأس الخليج، لكن بقي البديل وبقي متى نعلن عنه. فالآن طبعا بعد العراق اللي صار، الآن هم أيضا في أقول تفكيرهم يعني أكيد مشتت أنه من هو المدرب الأنسب، رغم أنه هناك كلام كثير أنه كارينو. بعيدا عن كارينو، هل ترى بأنه المدرب الأجنبي أم حان المدرب الوطني مع اختلاف الأسماء وليس شخص بعينه؟ المدرب الوطني للأسف الشديد الثقة فيه ضعيفة. من يعني من الجميع، من الجمهور، من اللاعبين، من الإعلام. إلى متى؟ فأنت إذا أتيت به في هذه المرحلة، فيعني أنا أعتقد أنه أيضا تقسم، ما لم تأتي بمدرب وتقول تعلن على الهواء أمام الناس أن إحنا وقعنا مع المدرب لمدة سنتين وقدمنا له مقدم عقد قدره كذا وراتبه كذا، يعني أعطيه قيمته الحقيقية أمام الناس، حقوق وواجبات. لأنه كل المدربين السعوديين لم يعلن في يوم من الأيام، أنه ما عدا سامي الجابر فقط قبله لم نسمع أنه هناك عقد وقع بصفة رسمية وما استمر. طيب بالتالي أنا لابد أبني فيه ثقة. طيب ترى بأنه يعني الموقف السلبي اللي حدث مع سامي الجابر في نهاية الموسم الماضي تدريب نادي الهلال أثر كثيرا على سمعة ووضع المدرب الوطني؟ بالتأكيد هو أساسا يعني من قبل، لكن هناك من كان يأتي يعمل كثيرا أنه هذا المشهد اللي أمامنا وعقد احترافي ومدربين مساعدين من أكثر من دولة أوروبية، أنه خلاص دخلنا مرحلة احترافية حقيقية، ولكن قرار إقالة أيضا جاء بمزاجية ولم يأتي باحترافية. طيب خلينا نتكلم شوي عن البطولة نفسها، البطولة بحد ذاتها من جميع الاتجاهات. الأستاذ خلف ملفي عصرت العديد من البطولات، كأس الخليج بمختلف الدول، أقصد دول الخليج. ما الذي رأيته إيجابا أو سلبا في هذه البطولة 22، ولماذا كثر الحديث وكثر النقد عن هذه البطولة؟ البطولة الحالية 22 أنا أعتقد أنها من أنجح البطولات على المستوى الإعلامي، ولما أقول المستوى الإعلامي لا أقصد الإعلام بذاته، أقصد أنه التأجيج الإعلامي اللي كان يظهر لنا من قبل أن تبدأ البطولة بيومين ونحن نسمع تصريحات صراحة مسيئة، هذا المشهد شبه اختفى. هذه إيجابية كبيرة. عدد الحضور الإعلامي 2050 أيضا لم يحدث في أي بطولة. التسويق بالنسبة لاتحاد القدم 130 مليون ريال تقريبا لم يحدث في أي بطولة. المشهد اللي شاهدناه في الرياض، حضور أمير الرياض لكل مناشط، تقارب بين المجتمع وأمير الرياض وبين المجتمع ومختلف الجهات من خلال الرياضة، هذا أيضا مشهد قل ما نشاهده في 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 بطولات. حتى نعتقد أنه في كثير من السعوديين في أشياء كثير لم يكن يعرف عنها إلا من خلال البطولة لما وجدت هذه البطولة. فأنا لذا أقول إنه هذه البطولة فيها كثير من الإيجابيات. نعم. حتى المستوى الفني ربما كان أضعفها، وخصوصا أنه الجولة الأولى والجولة الثانية كان متذبذب ضعيف، لكن جيد جدا ثم جيد مرتفع في دور نصف النهائي والنهائي. نعم جميل. طبعا ظاهرة إقالة المدربين مستمرة منذ أن عرفنا دورة الخليج، لا بد يقال مدرب مدربين، وقيل عدنان حمد أثناء البطولة
والان لوبيز يلحق به. نعم. وربما نسمع ايضا فييرا مدرب الكويت، ولكن لم تظهر يعني مواهب رياضيه ارتبطت بكاس الخليج. نعم، ربما العام الفتره البطوله الماضيه في البحرين 21 عموري كان اخذ الشو والاضواء كلها كنجم صراحه، يعني فارق كثير عن كل النجوم. السنه هذه لم او المره هذه لم نشاهد نجم بمثل مثلا هذا الشو او هذا الابهار، لكن في بعض اللاعبين اللي قدموا انفسهم، في لاعبين في اليمن 2، في لاعبين في العراق 2 ايضا، في لاعبين منتخب قطر قدم لاعبين جدد، يعني بشكل عام منتخب عمان يعني اغلبه من شباب جدد، في لاعبين مميزين. منتخبنا في بعض اللاعبين اللي لعبوا لاول مره ربما ايضا تكون بدايه لهم، في بعض اللاعبين ارتفع مستواهم. نعم. وهذا شيء ايجابي، لكن في يعني بشكل عام انا اعتقد ان الايجابيات أكثر بكثير من السلبيات. نعم. رئيس صحيفة جول اللاين الإلكترونية السيد خلف ملفي، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في الفقرة الرياضية لهذا اليوم. شكرا لك. شكرا، سعدت بكم.